السلام عليكم احلى متتبعات، مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم فيديو جديد اللي فيه شكيلات متنوعه ومختلفه من الكساوي او الكسيوات الصيفيه اللي هي درجة على الموضة هاد السنة. صراحة كسيوات اللي خداو إقبال كبير من عند الزبائن ديالنا، وكانوا فيهم يعني خرجنا منهم كوموند كثيرة. وأنا غادي نشارككم وانتم كتشوفوا معايا هاد النوع اللي بصراحة هو زوين بزاف، راقي جدا، فيه جوج الألوان. اللون الرئيسي اللي غالب هو النوار، كيكون في الظهر وكيكون في النص الأمامي، وكيملونجيو بلون آخر. كلهم الوان اللي في هذا الكساوي يعني لون، كاين السيفلون، كاين الفيغ او، كاين الازرق بلو مارين، كاين لورانج، كاين الابيض، كاين الاحمر، كاين الفيغ. فيها لوينات زوينين هانتوما كتشوفوا معايا، وكيجيو بالصديفات من القدام وعراض على شكل عبايه، كيجيو زوينين بزاف بالنسبه للسيده اللي عامره ولا اللي رقيقه. بالنسبه لهذا الموديل الثاني، هذه هي للمحجبات والغير المحجبات، راقيه وزوينه بزاف في اللبسه. كتجي بهذيك لا سانتور في السمطه، بحال السميطه ديالها، كتجي مجموعه من الوسط، كتجي تبين لا طاي ديال السيده. وتهي فيها الوان زوينه، فيها الموف، فيها الجري، فيها الغوز بيبي، فيها النوار، فيها البيج، فيها لوينات زوينين. بالنسبه للصدره فيها صديفات تحت لتحت، فيها كذلك الغوز فوشيا. المقاسات من الال حتى للدوبل اكس ال. بالنسبه للثمن ديال هذا الكسيوه 230 درهم، وبالنسبه للكسيوه الاولين اللي شاركتكم 340 درهم. اذا هادو هما الشكيلات اللي شاركتكم، وغادي نشارككم واحد النوع من الجليلبات اللي هما خفاف حتى هما داخلين بكميه كبيره، اللي هو توب جوهره مخدومه بالراندا حتى لتحت، وتحت منها القميص ديالها اللي ميلونجيناه بواحد الالوان اللي هي جريئه شويه، ولكن عطا واحد اللوك رائع جدا. هانتوما كتشوفوا الابيض تميلونجا بالاحمر وجا زوين، هذا الزيتي جا مع الاصفر جا زوين، وهذا النوار بطبيعه الحال سيد الالوان او ملك الالوان، جا مع هذا الغوز بيبي خفيف، وهذا تقريبا داك الاباجور يعني الاحمر الاباجور جا مع البوردو زوين، هذا الغوز بيبي مع لورانج. هذا الميلونج ديال الالوان جا زوين بزاف. تحيه السيده الخياطه اللي قامت بهذا التصميم الرائع. الثمن ديال هذه الجليلبه اللي هي دو بياس 530 درهم. مرحبا بالجميع، غنخلي لكم الرقم ديال السيده المكلفه بالتوصيل بطبيعه الحال جميع المدن المغربيه. اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هانتوما يعني لي فوتو كيعاودوا يتجددوا باش الناس ياخذوا الوقت في السكرين ويسكرينيو الكسوه او الجلابه اللي بغاو. ومرحبا بكم والف مرحبا. فيها لوينه زوينه، هانتوما كتشوفوا كي كتجي رائعه جدا وراقيه. هادي راه حتى كتسالي الكميه اللي كاينه كامله، وكيعاودوا الاخوان او الفريق العمل كيعاودوا يجددوا الطلبيه ديالها. صراحه زوينه بزاف، شحال ما جبنا منها كتمشي كتستهلك زوينه، وكتجي في اللبسه رائعه جدا. هذا البلوسيال حتى هو زوين، كيجي زوين بصراحه في اللبسه في الصيف كيجي زوين. ولورانج بصراحه حتى هو جا واعر مع النوار، لورانج ملي كنخدموا مع النوار كيجي زوين. هذا ازرق حتى هو بترول، وهذا الفوشيا، هذا الفيرتور كوا حتى هو جا زوين، وحتى الاخضر، الاخضر ديالها كيجي زوين ملي كيتميلونجا مع الاسود. كلهم صراحه اللوينات اللي في هاد لاغوب يعني كيخليو السيده سحير، ما تعرفش شنو تختار. اذا هادو هما لي بياس اللي متوفرين شاركتكم اليوم. اللي بغات شي حاجه تسكرينيها ومرحبا بكم والف مرحبا، وتخليوا لي في لي كومونتير يعني الا كان شي استفسار او توصيل. بالنسبه على فكره بالنسبه للناس اللي كيبغيو الجمله الثمن ديالهم بوحدهم، الناس اللي كيبغيو ياخذوا كميه كبيره من خمسه البياسات الفوق، راه الثمن ديال البيع بوحدو يعني كيكون طبيعه الحال ناقص على ثمن بياسه وحده. وهاد الكسيوات هما راه جاوا بواحد الكميه معقوله، فيهم تقريبا شي 40 بياسه، حتى هما للمحجبات وغير المحجبات. عندهم واحد الفصاله ديالهم خاصه، وعندهم هذيك الحزام في الكمام كيجي زوين،
وجيلي تقريبا بحال الجيلي كيغطي لاغوب، كتجي بحال الصايا والشوميز ديالها، وتهما فيهم الوينات يعني الوينات تقريبا شي 7 الالوان، وبالنسبه للثمن ديال هذا الكسيوه 150 درهم. فيها الغوز بيبي، فيها الغوز انديان او الفوشيا، فيها الفيغ، فيها الجري، فيها الازرق، فيها النوار. ونتمنى ان الفيديو نال اعجابكم.